قول اسمك لسابع جد عشان اتاكد انك هواري. عيسى ولد هاشم ولد احمد ولد محمد ولد همام ولد عمر ولد ريان ولد همام ولد سيبك. قرب 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 يا اصيل. وطلبك ايه؟ راس همام. واه مره واحده ده انت اصيل قوي قوي. كله بتمام وجاي لاخر الدنيا لحد السابع عشان انت خوان ما قدرش على ولد عمك. يدي ما تتمدش على ولد عمي لكن اجر ديب ينهشه. ثمنها كبير ديب دي ممكن عمرك ما كفياش. 50 حته دهب اكتر من ثمن الشتوم. والمطلوب راس همام. ولعلمك لو شفتك يومها او لحقتك هكون اول واحد يقتلك. ده ولد عمي برضه. وليه الكره ده كله؟ دي حاجات بيننا وبين بعض. شرفت يا شيخ عيسى فهمنا المقصود. طيب كتر خيرك. قول لي مين هيحرس والد عمك؟ ما عندوش غير مساعد والد مزير وراه في المنظرة وعلى البحر وفي الليل هيمشي لوحده. يعني مقعده على البحر في النهار وبدخل المنظرة بعد المغرب وفي الليل هيمشي في الدروب. سيبك من مقعده الرجالة حواليه كتير. المهم مشوا على رجليه في الليل من بيته لبيت اسماعيل عشان بعد كده هياخدوا ويلفوا سوا. عد على يدك 3 ليالي. اديتك 50 حتة ذهب ولما تقتلوا هديك 50 كمان. وزي ما قلت لك لو لحقتك هقتلك. عملت ايه؟ ولا حد قرب منين. كلام ايه ده؟ زي ما يكون الجبل والطريق ما فيهمش حاجه غير الديابه والكلاب. باين عليه حويط. يعني مفيش اي حاجه ظهرت. مفيش غير شوال. كلم يا والدي واطلب لسانك. ليك الامان. شوال السلاح اللي وصل شوالات الغله لقيناه مشروق. البحس. جه وراكم من غير ما تشوفوه وقطع الشوال وعرف ناصح. ما احبش حد يداري علي. فهم؟ فهم. الدور الجاي خلوها كلها غله ما عدا شوال واحد تبقى انت جواه ويا موتك يا تموته. مرحبا يا شيخ عيسى. يا هواري. ايه سبع زي ظني ولا ايه؟ سبع يا ولد عمي. خد الذهب زي الكلب وسأل عن مطلعك ومدخلك. كم؟ قلت له في النهار هيقعد على البحر وفي الليل مدخل المنظر. فيك بركة يا ولد عمي. بعتني بالغالي. ولا كنوز الدنيا يا شيخ العرب. اعمل حسابك قدامه 5 ليالي. شفت الشيخ عيسى جدع كيف؟ عشان كده انا اخترته. اقعد مطرحك. عاوزة حاجة يا ستي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الغربال الجديد له شده يا ستي. وانتي واقفه جنبي تجسي الغربال. خلي شوفي وراك ايه. اخد لك ريحتها واخليها تهج من بكره. هقسم ورد شوزي. خلي نامي خلي نامي. اتجوزت راجل كبير. كبرت في المجام وحسيت اني احسن واحده في الدنيا. عامله ايه مع صالحه؟ والله عاملها زي امي بالظبط. زي امي. يمكن نمتي عليك.
شيخ العرب. ايه؟ انا عزرائيل. افرض روحي مش في يدك. البركة في والد عمك. خازن جعفر اقطع راسه يا ولدي، هو ده اللي قتل ابوك. انت يا ولد جيت متى؟ من ساعة ما قوتني وانا ماشي وراك من غير ما تحس، لا تبعد عنك اي اذى. اسمع يا جعفر، ادفن جته وخلي الراس، والحصل دي سر بيني وبينك. ماشي يا زرزور. اسمه جعفر يا شيخ العرب. من دلوقتي اسمك زرزور. التلات ليالي عدوا يا خازن يا ابن المركوب، لعبت بيا، خدت الذهب وكدبت. ماشي. يا شيخ عيسى. مساعد. خير يا مساعد. كلم شيخ العرب عاوزك دلوقتي. طيب روح وانا جاي وراك. دلوقتي يا شيخ عيسى. دلوقتي. حاضر. خبر ايه يا شيخ عيسى؟ يعني لا حس ولا خبر عن خازن والد سليم؟ والله ما انا عارف يا شيخ العرب، تلقاه خد الذهب وخاف على نفسه منك. ممكن من خاف سلم. وانت ما تخافش يا عيسى. اخاف من مين؟ من اي حاجه، من اي حد. ما فيش هوار يخاف يا شيخ العرب. جدع، ما فيش هوار يخاف ولا يخون يا شيخ عيسى، صح؟ ايوه، ولا يخون يا ولد عمي. انت مش قلت له مطلع ومدخلي واديته 200 حته ذهب؟ ايوه حصل. اوعى تكون ما اديتهوش ولا اديته 100 بس. خدهم كلهم. يبقى خاف او اجل الميعاد. قال انك ممكن تقول لي ما ادالكش امان. جايز. تعشيت يا شيخ عيسى؟ هتعشى في بيتنا. السلام عليكم. اقعد. معقولة تاجي بيت ولد عمك وما تتعشاش؟ معلش مرة تانية. اقعد لما الكبير يقول لك اقعد تقعد. حاضر حاضر. العشاء يا زرزور. حاضر. تحب لحمة الراس يا شيخ عيسى؟ الواكل معاك شرف يا ولد عمي. حلوة قوي كلمة شرف دي. حط الواكل يا زرزور. أصل ذبحت خروف وطيبت راسه. مد يدك. بسم الله الرحمن الرحيم. ده خازن. قول يا شيخ عيسى، ده لحم غريب حتى، طعمه حلو. مش لحم حد من قرايبك. يا شيخ العرب نشفت دمي، قول لي انك موتته. البركة فيك، يقول لك ما كنتش وصلت له. شيل يا زرزور. وهات العشاء الصح. لا 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 عشاء ولا حدوقه. اروح. روح يا شيخ عيسى. متشكرين. عرفت اشيع الرجل الصح. روح يا ولد عمي ونام.